هقعد معاكم كله، بس الاول هقعد مع البطه دي. اطلع بره حمام الستات يا هادي، اطلع بره يا متحرش. انتوا اللي قلتولي تعالى، انتوا اللي قلتولي ادخل، انتوا اللي قلتولي، انتوا اللي قلتولي، انتوا اللي قلتوا، انتوا اللي قلتوا. ماشي زي الفل. اللي حصل؟ مين الحيوان اللي دخل عليا الحلم ده؟ لا هو ده بقى حلم ولا كابوس. انا مش مصدقه ان هنعيش من غيرك يا زبيده. ما خلاص بقى يا ام زبيده، اجمدي امال. وبعدين كلها يومين وخالي راضي هيجي يقعد معاكي، وما انتش قاعده لوحدك، ما البنت تاني قاعده معاكي. اسمعي يا بنتي، ما فيش حد بيحل محل راجل البيت، وانت كنت راجلنا. ومن الرجوله اني ما اتاخرش عن اداء واجبك يا دكتوره، خصوصا لما التكليف يجي لي في القاهره. عارفه يعني ايه القاهره؟ ما انا مش خايفه عليك الا من القاهره، انت طيبه وعلى نياتك، وخايفه يضحك عليك. ايوه والله يا ماما، انا بقى بقول لك اختي زبيده دي هبله وهيستعبطوها. بس يا بنت بلاش عبط، القاهره معروفه بناسها الطيبين. انت ما سمعتيش عمرو دياب وهو بيقول هنا ناس تشيل عنك همك وتقاسمك فيه، وكمان بيقول وفي عز فرحك تفرح لك وتشاركك فيه. يعني ناس زي الفل. شوفي ازاي يعني هي بالاغاني. طب ما سمعتيش بقى اغنيه اهل كايرو وهو بيقول الكل عامل مثالي ونازلين في بعض يعايروا، ياما البدل بتداري سلطه ومحدش داري. هو ده وقت هزار منك ليها؟ خلاص بقى يا ماما، بنتك راجل. اسمعي ما اقول لك، وافتحي مخك كويس وبلاش الطيبه الزياده، واوعي تصدقي اي كلام يتقال. فقوس هنا حاجه والقاهره حاجه تانية خالص. انا ابن مصر، انا ضد الكسر. يلا بقى يا ماما هتعطليني كده، عايز اسلم عليكي عشان القطر ما يفوتنيش. مع السلامه يا دنايا. مع السلامة. ألو يا خال، أنا قدام الشركة أهو. قولي تاني كده، أسأل على مين؟ على أنسة هيام. والأنسة هيام ديت بطة حلوة كده؟ برضه يا هادي، هو مفيش فايدة فيك؟ ما تركز بقى يا اخي في شغلك واكل عيشك. اقسم بالله يا هادي دي اخر مره اتوسط لك في شغلك. خلاص خلاص، انا كنت بسال سؤال عادي بس مش قصدي. يبقى نحترم نفسنا. حاضر، هحترم نفسي في الشغل وبره براحتي. قشطه، مفيش فايده فيك، انت حر، المهم تحترم نفسك في مكان اكل عيشك. اوكي اوكي، سلام يا برنس. بقول لك ايه يا خال، هي ايام ديت حلوه؟ اوه تاني. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. انت هادي؟ ايوه انا هادي. اتفضل اقعد. ميرسي جدا. ويا ترى بقى اسم على مسمى ولا هتطلع متشعوذ؟ والله يا فندم انا عكس كلمه هادي بالظبط. اه يعني حضرتك بتاع مشاكل، السي في بتاعك بيقول انك انت اشتغلت في 14 شركه الفتره اللي فاتت، وده في حد ذاته مؤشر وحش جدا. 14 شركه يا راجل، طب امتى وسبتهم ومشيت ليه؟ اوفر كواليفايد يا فندم. من ناحيه اوفر فواضح انه حضرتك اوفر فعلا. ميرسي جدا. عايز تقول يعني ان كل الشركات دي ما عرفتش تقدر قيمتك كمصور شاطر وفذ. حضرتك هتشوفي بنفسك. بس هو بقيت زميلات فين؟ هي الشركه كلها رجاله بس. نعم، ايه السؤال والاهتمام العجيب ده؟ هو حضرتك جاي هنا علشان تشتغل ولا علشان تخطب؟ لا انا بس سؤال منطقي يعني، مش قصدي حاجه. اه بص بقى يا استاذ هادي، حضرتك هتشتغل معانا هنا 3 شهور تحت الاختبار، وبعدها ممكن نعمل عقد ثابت مع الشركه. اذا
ارتحنا مع بعض في الشغل، مفهوم؟ مفهوم. أنا متأكد يا فندم إنك هتكوني مبسوطة مني جدا جدا جدا. هنشوف إن شاء الله. يا شباب بعد إذنكم عاوز أعرفكم على الأستاذ هادي السباعي الفوتوغرافر الجديد اللي معانا. أهلا وسهلا. ميرسي قوي على ترحيب الأوفر ده. معلش هما النهارده قافشين شوية علشان أنا خصمت لهم يومين من المرتب بسبب التأخير. خدت بالك؟ بسبب التأخير. مكتب حضرتك هناك جنب مكتب الأستاذ البشبيشي. بشبيشي؟ أيوة، الأستاذ عمر البشبيشي من أحسن الناس اللي عندنا هنا في الشركة، وكمان هو الجرافيك ديزاينر اللي معانا، يعني هتشتغلوا كتير مع بعض. بس خلي بالك هو عنده فوبيا البطة، يعني نوع من أنواع الفوبيا بيبقى المريض ساعتها حاسس طول الوقت إن في بطة بتراقبه. عشان كده أرجوك أرجوك اوعى تغلط وتجيب سيرة البط على لسانك قدامه، أو مثلا تنسى وترسم شكل بطة، أو تحط صورة وزة قدامه. اوعى بتاتا بتاتا. اصلا كلمه بطه دي لازقه في بقي على طول. لا ارجوك، انت ما تعرفش لما بيوصل لدرجه البيك بتبقى الحاله شكلها ايه. بتبقى حاله هستيريا حركيه، تشنجات عصبيه، رقص ماجن هستيري غير متزن، بتبقى الحاله زفت. غير كده ما اقدرش انكر طبعا ان هو من احسن الجرافيك ديزاينر اللي موجودين في مصر كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. انت بتسلم على مين؟ سلام. ده انا مستنيك من بدري والله يا دكتورة. معلش يا دكتورة، انت فاجئتينا يعني بموضوع الايجار ده، ما لحقناش يعني نظبط ونوضب. بس مش هي دي المشكله. امال ايه المشكله يا استاذ بودي؟ استاذ ايه؟ انت بالذات قولي لي بودي على طول، احنا بقينا اهل خلاص. لو حضرتك يعني اذا احتجتي سباك، نجار، نقاش، اي حاجه من دي تطل كده من البلكونه وتنادي عليا، بس طولي يعني شويه، بو كده يعني عشان سمعي تقيل شويه. ماشي يا بودي من عيني. ده انت عسل والله، سكر مربى في نظام. ده انت ملزق. سمعتك. طب ليه كده في وشي كده ليه؟ ده احنا هنبقى مع بعض على طول، ده احنا بينا اهل. ما انت بصراحه يعني هرينا من الصبح مربى وتلزيق لما نفسي جزعت. خلاص لو احتجت اي حاجه من دول سباك كهربائي هقولك. ماشي. ولو احتجتي شيخ بقولي. شيخ؟ وانا احتاج شيخ في ايه؟ اصله نسيت يا رب، اصله يعني شهادي لمؤاخذة يعني كده. لمؤاخذة يعني ايه؟ اصله في ناس انا ما بحبش اخدع حد، في ناس اجروا قبل منك كتير ومشوا على طول، كان يعني بيشوفوا شويه حاجات، بس ساعتها على طول بلحقهم بالشيخ منصور. الشيخ منصور غالي شويه اي نعم، بس بيجي يخلص على الكل، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. انت قصدك ايه؟ عفاريت مثلا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، ما تجيبش سيرتهم دلوقتي، ما تجيبش سيرتهم. اسود. طب ايه امشي؟ لا تمشي تروح فين؟ وتسيبيني اروح؟ عايز تمشي تروح فين دلوقتي؟ ما تخافيش من حاجه، انت تخافي من الانس، ما تخافيش من العفريت. وبعدين هو مش موجود دلوقتي، وحتى لو موجود الشيخ منصور قوي جدا، بيجي يعمل الجلسه بتاعته يطيرهم. تجمدي كده. وبعدين انت هتلاقي فين شقه زي دي وبالجمال ده والفرش ده؟ انت دافعه فلوس قليله فيها يعني. هي الصراحه الشقه حلوه قوي وسعرها لقطه بالنسبه لاسعار اليومين دول، وهو ده اللي مخوفنا سيبها. لا سيبهاش خالص. شقه حلوه ومقدور عليها، شطحه فريد كده يلعبوا معانا، احنا نلعب معاهم. ما تلاقيش الشيخ منصور موجود. على السلامه يا دكتوره زبيده. والله زبيده بلدي. بعد إذنك. إيه الرعب اللي أنا فيه ده من أولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً
ماشي مالك في ايه حبيبي؟ اصلي الصراحة الصور بديعة. بديعة؟ بديعة جدا. هما البنات دول حقيقي؟ هما الكاوتش طبعا حقيقي، دول اصلا صحابي بس مش كلهم، اغلبهم. انت بتتكلم جد؟ يعني انت البنات دي تعرفها؟ يعني البنت شعرة دي انت تعرفها؟ طبعا اعرفها. انت بتحب البنت الشعرة؟ ده انا اموت في دباديب البنت الشعرة، ده انا ممكن اشرب الكولونيا اللي بتحطها البنت الشعرة. انت بتعرفهم ازاي؟ في السهر، في الخروجات، في الساحل، في الجونة، حاجات كده يعني. عشان كده صح، انا ما بروحش الاماكن دي خالص، انا كبير اروح ازور امي. شفت؟ وانت يا عيني محروم، كل الشركة رجالة بما فيهم هيام طبعا. اه بس انا بصراحة قلبي فتح لك، انا بودي نكون صحاب، وطبعا الصحاب بيكتموا السر. فيك مين يكتم السر؟ في بير. بس انت ليه بتقول كلام قديم؟ بودي ودباديبه وفي مين يكتم السر؟ يعني تسعيناتي قوي. اسمع بس، الشركة دي فيها ايه؟ فيها بنات. احلف. والمصحف الشريف. بنات فوق في الدور اللي فوقينا، بس مدام هيام فاصلة البنات عن الولاد. عارف لو طلعت فوق هتلاقي الدور كله مليان بنات، بس طبعا ممنوع نطلع. يا ابن اللذينة، ايه الخبر الجامد ده؟ بس منعهم ليه؟ عشان البنات اللي فوق امارات، عاملين زي قطع الجاتو، قطع جاتو قاعد على مكاتب. يا لهوي، عارف لما كنا شغالين في دور واحد كلنا كناش بنشتغل، كنا بقضينا سبهللة، مما ادى الى تعطل العمليه الانتاجيه في الشركه. عشان كده المدام راحت فصلانا. موضوع عجيب قوي صح؟ هو مش سر قوي يعني، بس انت ما كنتش تعرفه. مادام انا عرفتك على السر الخطير ده، انت لازم تعرفني على الانسات اللي عندك على الانستجرام، لان بصراحه البنت الشقره اللي عندك دي مقطعه قلبي. نهير تحب البطه دي؟ ايه ده مالك؟ انا اسف، انا قلت بطه قصدي. خلاص عليك يا زوجي. بيدي مش بس بطه يا جماعه، يا جماعه يا بودي. ايه هو قال لي اعمل ايه؟ اه مد في الواو. يا بودي. يا دكتوره عسل، ما تشوف لي سباك، الدنيا هنا خربانه وانا يعني عايز اخش الحمام. حاضر عناير الدير. حاضر يا دكتور، حاضر. اقول كده اعمل ايه بقى؟ سموها قوي. طب ايه، ادخل عند الجيران؟ بس معقولة أول ما عرفت يوم كده هتبقى تولدت؟ ماشي زي بعض. سباك سباك، لا الواد ده ما ينفعش. الواد ده يا بودي، يا قلب بودي من جوه. مين دي اللي بتقولها يا دكتورة؟ سامعك وأنا بركي. دي السكنة الجديدة. فين؟ قدام شقتك على طول. إيه ده؟ الشقة اللي قدامي سكنت؟ أيوه. طب وطبعا جايه مع جوزها وعيالها وكده؟ لا الون لوحدها. اه يعني ست كبيره يعني؟ لا مش ست كبيره. شفت انت بقى بتجرجرني في الكلام ازاي؟ بس هقول لك انا جدع برضه. قول لي. دي شابه صغيره وزي القمر. شابه صغيره وزي القمر لوحدها؟ ايوه. وساكنه في الشقه اللي قدامي؟ بالظبط كده. بالظبط كده، وسيبني ارغي معاك يا بقى. خد تعالى بس. دي اسمها زبيده، زبيده ومن فقوس، يعني بنت على نياتها، مش شبه الحاجات اللي انت عارفها. خليك في حالك انت. قلت لي منين؟ فقوس. ده احنا ليلتنا فقوس. ربنا يستر على فقوس الليله دي. يا ربي اعمل ايه؟ خبط على الجيران. خبط على الجيران وخلاص، ما الناس لبعضيها. زوخت ايه بس يا خالو؟ هي قالت لي انك مشيت فجأة. بصراحة يا خالو الشركة ديت عالم مجانين. أنا كنت قاعد مع واحد عنده فوبيا البطة، فاكر البط والوز دوت بيراقبه. أنا مش ناقص مجانين يا خالو،
انا قلت بطه من هنا لقيته بيرفص وبيخبط وكانه هياكلني بصراحه، قفلني ومشيت. طيب انا هتاسف لها، في حد بس بيخبط على الباب، هكلمك تاني يا خالد معلش. سلام. السلام عليكم، انا الدكتوره زبيده جارتك الجديده، ممكن ادخل عندك الشقه؟ بالسهوله دي؟ الحمام فين؟ الحمام فين؟ اه الحمام، الحمام على ايدك اليمين. انا اشرح لحضرتك بعدين. اه كده ماشي، بس مش بطاله والله. الله 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 الله، ده انت ما خطفتش فقوزه، انت خطفت الشرقيه كلها. بقول لك ايه؟ دي دخلت الحمام عادي بس. وماله عادي، فيها ايه؟ محصوره عادي جدا. انا رحت لقيت السباكين مش فاضيين النهارده لحد. وانا مالي؟ انا مالي وانا، طب وانا مالي اعمل ايه؟ بقول لك دورت على كل السباكين مفيش حد. يا الحمد لله. اسفه جدا 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 على الموقف ده. لا خد راحتك، طالما تعبانه خد راحتك والبيت بيت. وبص اقول لك حاجه، يعني المساله اللي بس الواحد... انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انا جاي اقول لك ان مفيش سباكين. يعني ايه؟ لا انا ما استغناش عن الحمام، مش انا بس يعني، متهيألي كلنا. اه طبعا. بقول لك يا بودي، انت تروح على شارع علوبه هتلاقي في اخر الشارع محل لسه فاتح جديد، هتلاقيه فاتح النهارده. لا ما انا ما ينفعش اروح علوبه، ايه اللي خليني اروح لغايه علوبه؟ ارجوك يا اخ بودي ارجوك، انا مش هقدر اكمل بقيه اليوم في حمام الجيران. اخ بودي ايه؟ قلت لك بودي بس عادي جدا يا دكتوره. وبعدين اصل علوبه دي يعني محتاجه مواصلات، هتجيني مواصلات؟ من عينيا، تحت امرك. تسلم عينيك. يلا يلا يلا، جود لك. جود لك ماشي. انا بعتذر جدا جدا عن الموقف ده، والمدام موجوده مش كده؟ مدام مين؟ هو حضرتك مش متجوز؟ اه بصراحه انا لسه بدور على عروسه. ربنا يوفقك. يعني انا دخلت البيت هنا وحضرتك لوحدك؟ انا اسفه جدا جدا، انا عمري ما هعمل كده تاني. لا لا لا، ايه ايه دي؟ ما هي ماما ماما جوه. بجد؟ والنعمه. ايه؟ انا كنت في نص هدومي. لا انت زي الفل، انا هادي فوتوغرافر. زبيده دكتوره بطن. زبيده؟ زبيده عادي يعني، ده حتى زبيده بقتش عندي. لا معلش، زبيده مش زبيده، عشان الموضوع ده بيضايقني. اصل يعني مش معقوله يعني لما اجي عندها لحضرتك لازم اقول يا دكتوره زبيده. يا سلام، حضرتك مش فاضي مشغول قوي كده؟ لا مش قصدي يعني، مش قصدي بس يعني مش عارف، بس اسمك غريب شوية يعني، ممكن أقول لك زبادي. أفندم؟ إيه زبادي؟ دكتورة زبادي، يبقى هادي وزبادي. لا معلش مش موافقة خالص. أنا أسفة، معلش، شكرا. سلامي للحاج. هيوصل. سلام. أنا متشكرة جدا يا أستاذ هادي إن حضرتك سمحت لي أستخدم الحمام. يعني أنا ما لحقتش أسمح ولا أتكلم أصلا. ان ده الطبيعه، وما تحرجنيش بقى يا استاذ زبادي. اوه قصدي يا استاذ هادي، لخبطتني. يا ام محمد، انت معاكي المفتاح؟ اه معايا الحمد لله، بس غريبه قوي النهارده الدنيا حر مش هوا، الباب ده اتقفل ازاي؟ هو فعلا حاجه غريبه، كانه الباب اتقفل من جوه. طب معلش يا استاذ هادي، سؤال اخير بس، هو فعلا في ناس جم سكنوا في الشقة دي وسابوها عشان خاطر في حاجات غريبة زي عفاريت أو حاجة؟ أنت عاوزاني أكون صادق وأمين معاكي؟ بصراحة أيوة، مش من أول مرة ولا من تاني مرة، كل حد ما بيسكن في الشقة دي بيسيبها بسبب الموضوع ده. لو تحبي تباتي عندي أنا وماما طبعا. أبات عندك إيه بس يعني؟ يعني هي مسكونة فعلا؟ الله أعلم، أنا ما شفتش بعناية، بس يمكن تكون إشاعة ممكن تكون حقيقة. شكرا أوي، ربنا يستر بقى. على إيه؟ تحت أمرك في أي وقت. مصر زي فقوس، ما بيني شفت شمعة في الأوضة.
ودي قاعدة، دي قعدت لك اهو نشوف اخرتها معاك. وده عفريت ده بقى يعني ده شكله هبل قوي، ولا انا بيتهيألي، ولا هو طلع لي عشان انا بكلم روحي؟ طب ما انا بكلم روحي برضك في فقوس. انتي عارفة يا بنت يا زبيدة ايه المشكلة؟ المشكلة اني عايزة اخش الحمام. المشكلة مش في العفريت. طب اعمل ايه؟ اخش عند جارنا تاني؟ الراجل الطيب ده، الراجل الامور ده. مش خايفة برضك؟ عفريت عفريت يعني؟ يمكن بيتهيألي، يمكن يطلع طير ولا بومة وأنا مش عارفة بقى. أنا شايف أحسن حاجة تعمليها إنك تبادي للنادي هنا. أبات فين؟ هنا عندي. لا طبعاً، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا ما ينفعش أبات هنا. وبعدين أنا أصلاً مش بخاف من العفاريت، ده إحنا عندنا قرية جنب فقوس فيها النداهة والغولة العجيبة. غولة العجيبة؟ فعلاً؟ أه. بتبقى ست حسناء وهي واقفة فجأة تتحول لعجوز شمطاء. شمطاء كمان؟ طب مش واخدة بالك يا دكتورة إنك دكتورة ومصدقة في الكلام ده؟ أبويا وأمي هم اللي حكولي يعني أكيد صح. وبعدين أنا مش بخاف من العفاريت بس مش لدرجة إن أنا أعيش معاها. بقولك إيه، فكك من جو العفاريت ده، مع عفريت إلا بني آدم زي ما بيقولوا. أهم حاجة أنا عاوزك تباتي الليلة دي هنا عشان بدل الحمام البايظ اللي عندك ده. طبعا حضرتك بتقول ايه، ما ينفعش ابدا الكلام ده مهما كان حضرتك شاب وانا شابه، والده حضرتك ربنا يهدي سرها نايمه 24 ساعه، وبكره بودي هيجيب لي السباك ونصلح الحمام. طيب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو انت مرتبطه؟ لا انا ولا مرتبطه ولا مخطوبه ولا متجوزه ولا حد متكلم عليا. ولا مصاحبه؟ ايه مصاحبه دي؟ يعني راجل يعني بيحبك وبتحبيه؟ أنا الحقيقة ماليش في الكلام ده خالص، الحمد لله أنا أتعفف عن الحاجات دي.
ليه يا دكتوره حاسس كلامك كده تقيل قوي؟ ما تفكي كده يا دكتوره زبادي وسيبك من الكلام اللي انا قلته ده خالص. روحي باتي في بيتك اوكي، بس اقعدي معانا النهارده لغايه ما يطلع النهار. والله انا كده كده كابس عليا النوم وعندي بكره شغل وهقرا المعوذتين وانام. براحتك، عموما انا تحت امرك في اي وقت. انا متشكره جدا جدا، ويا ريت تبلغ سلامي للست الوالده، بس نصيحه لو هي نايمه كل ده متهيألي تخش تطمن عليها. ما تقلقيش يا دكتوره زبادي. رجاء اخوي ممكن تقولي يا زبيده وبلاش زبادي؟ ومعلش طلب تاني، ممكن الصبح وانا رايح الشغل اعدي بس اغسل وشي؟ طبعا. انا متشكره قوي، تصبح على خير. وانتي من اهل الخير. هي عبيطة بس فيها حاجة حلوة. تشيرز. اسمع بودي، خد دول. خلي باشا والله ده كتير قوي ده والله. بقول لك ايه، انا مش عاوز السباك ده يجي نهائي، ولا النهارده ولا بكره لحد ما اقول لك. فاهم حاجة يا بودي ولا مش فاهم؟ طبعا فاهم يا باشا، ده 200 جنيه. فهمت، مفيش سباكين خالص، كلهم طلعوا على الساحل. حلو قوي، عجبتني. يلا سلام. سلام سلام يا باشا. على مهلك وانت ماشي. على مهلك حبيبي، ربنا يستر طريقك معاه جاي النبي. على السلامة. يا سلام، 200 جنيه 200 جنيه يا صباح الأمارات والمربات والعسليات. يا دكتورة قول له تمام؟ تمام ايه بس، أنا بفكر أسيب الشقة دي، أنا شفت امبارح عفريت. إيه؟ عفريت؟ ما هو امبارح كان الاثنين، هو بيطلع اثنين وخميس. مش عارفة، الدنيا كانت ضلمة وشفت وش غريب كده، مش عارفة بيتهيألي ولا ده عفريت ولا ايه. لا يبقى كده بقى الشيخ منصور لازم يحضر. السباك. السباك اسمه منظور. انا عايزة منظور ده، الحمام عندي اهم من العفريت. خلاص يبقى الاثنين يحضروا، الشيخ منصور والوسطى منظور. لا انا عايزة السباك، وبعدين نبقى نشوف الشيخ منصور ده بعدين، اخش الحمام في بيتي زي ما خليق ربنا. شوف لي مواصلة بقى، الله يبارك لك. حاضر. وانا اختارك ليه؟ وانت لسه جديد هنا في الشركة، وفي ناس كتير اقدم منك، اقنعني. عشان الستات هتحبني اكتر، وبالتالي هيتصور معايا صور احلى بكتير. يا سلام. طبعا. وليه ما نقولش ان المودلز ممكن يتصوروا صور احلى من الصور بتاعتك، مثلا مع ايهاب او رامي او نجوى، كلهم فوتوغرافرز شطار ولطاف. يبقى ليه اختارك انت؟ عشان انا اصيع واحد فيهم، وبفهم في البنات وفي الستات، وبكسب اي واحده قدامي باقل مجهود. طب بص بقى يا استاذ هادي، انا كنت بصراحه خلاص استقريت على ان الاستاذ رامي هو اللي هيغطي الايفنت، بس انا شايفاك متمسك بالفرصه ومش هحرمك منها، هنزلكم انتم الاثنين، انت ورامي تغطوا الايفنت. شوفي يا فندم، بس يكون في علمك ده يعتبر اختبار ليك، لو نجحت فيه يبقى خلاص انت ثبتت نفسك معانا هنا في الشركه وأهلت نفسك للأحسن، لكن لو فشلت وما خدتش منك الشغل اللي أنا عاوزاه يبقى أنت عارف. عارف. صباح الخير. صباح النور. مكتب المدير فين يا فضل؟ مين يا فندم؟ قول له الدكتورة زبيدة جايب تكليف من وزارة الصحة. اهلا يا دكتورة زبيدة، ازيك؟ زبيدة يا فندم. افندم؟ بصرح لحضرتك اسمي. يعني افهم من كلامك انا لو قلت لك يا دكتورة زبيدة مش هترد عليا مثلا؟ هرد. امال بتملي ليه؟ على فكرة انا مش متعود اشتغل مع ستات، وما بحبش الشغل معاهم، لاني مؤمن ان ربنا مدي لكل واحد في الحياة دوره يعمله، بس احنا بقينا في زمن غريب، زمن عجيب. أنا مش فاهمة، هو حضرتك مش بتحترم المرأة ولا إيه؟ يا فندم أنا بحترم المرأة جداً، بحترم الأم، بحترم الزوجة، بحترم صينية مكرونة بالبشاميل، صينية بطاطس باللحمة الضاني، هو ده الإبداع الحقيقي. المرأة اتخلقت عشان حاجتين، المطبخ وبيتها، هو ده عش الزوجية. طب وأنا هشتغل إزاي مع حضرتك كده لو دي وجهة نظرك فيا؟ على فكرة أنا كنت الأولى على دفعتي اللي مليانة شباب. أنا متأكد، لأن أنت شكلك كده بتقعدي في البيت تذاكري وتضحي، أما الشباب اللي زي حالاتي بطبعه الانطلاق
بنخرج ونعيش حياتنا، لازم تتفوقي دراسيا، اما الشغل والحياه العمليه حاجه تانيه يا دكتوره زبيده. اتفضل. وده ايه ده كمان؟ دي تحاليل لازم تعملها في اقرب وقت. في اختلاف في لون البشره حوالين الفم والمناخير، وده معناها ان في مشاكل في الدوره الدمويه او انيميا مش عارفه ليه. والتاني ده تحليل غده درقيه، عينين حضرتك بتلمع وجاحظه. وفي مشاكل تانية كتير بس مش عايزه اقفل حضرتك من اول يوم زي ما قفلتني. خد بالك من صحتك يا دكتور. انا في مكتبي. مكتب البنات اهو. ما باين من اللون. حلوه. قمر. يعني شكلي امور؟ زي الفل. امور انا اصلا. بطه بلدي. انا اسف. بقول لك ايه؟ انا قدام باب الجنه اللي احنا عايزين نخشها. ما تورنيش. انا اسف. بقول لك ايه؟ مستحيل هتلاقي طيور هنا غير السلالم. انا اسف. بقول لك ايه؟ عد بالعكس. عد بالانجليزي بالعكس. 10 9 8 7 يلا عد معايا. 9 ايوه 7 6 5 ايوه برافو عليك. واخد بيتك يا هادي. يا هادي انت مره كمان هتخلص عليا. انا اسف معلش. بس بقول لك ايه؟ امسح العرق ده. خد امسح. خد واظبط شعرك. برافو. خد نفس كبير. ايوه كده برافو. انا ها زي العسل. انت بقول لك ايه؟ انا هضرب الجرس دلوقتي. ركز معايا. مين؟ انا هادي السباعي من الدور اللي تحت. اوكي ثواني. ده من زرار واحد بس. تخيل ما شافوني بقى. Good morning guys. انا هادي السباعي فوتوغرافر جديد. لا مش ممكن. لا تمشيلي على الأدوية دي أسبوع وأشوفك بعدها، اتفقنا؟ حاضر يا دكتور. ازيك يا محمد أخبارك إيه؟ الحمد لله يا دكتور. وريني الدواء اللي كاتبته لك كده. إيه ده يا دكتورة؟ ده مش نفس الدواء اللي أنا كاتبه له قبل كده. أنا معرفش حضرتك كتبت له إيه بس أنا كتبت له أدوية بناءً على التشخيص اللي أنا شخصته. الأدوية دي ممكن تتعب له المعدة. جرعة بسيطة منها تعمل له قرحة في المعدة. استغفر الله العظيم، ليه بس كده يا دكتور؟ ثانية واحدة بس يا أستاذ. يا دكتور الكلام ده مش مظبوط، الأدوية دي مناسبة انت جدا. انت هتعرفي أكتر مني. على كل حال الأدوية بتاعتي معاك، عايز تصدقها هي صدقها، عايز تصدقني أنا صدقني. لا أنا أصدقك أنت طبعًا يا دكتور، مع احترامي يعني للأستاذة. أنا أصلًا مش برتاح في الكشف مع الستات. كويس إن أنت جيت. نحمد ربنا إن أنا جيت في التوقيت المناسب. دول ناقصات عقل ودين. اوعى تكشف عند دكتورة ست ابدا. انت صح يا دكتور بس امن عليك اوعى تخليها تكشف على اي حد. ولا حد ولا سبت طول ما انا هنا. ها امورك تمام؟ الحمد لله على كل شيء. بس انا شايف انك مش تمام خالص. معلش بقى انا خبير وشوش. تيجي تقعد كده خمسه افهم منك. والله يا استاذ هادي انا مش مصدقه ان لسه في حد بيبص للمراه على انها مخلوق اقل. يعني احنا على مشارف 2020 وفي القاهره. انا مش مصدقه مصدومه. حضرتك شايف الست ايه؟ ها؟ بتشوف الست ازاي؟ لا الست ديت حاجة عظيمة طبعا. هو والدة حضرتك فين؟ اوعى تقول نايمة. الصراحة فعلا نايمة. لا معقول؟ أنت متأكد إنها نايمة مش متوفية؟ معلش أنا آسفة جدا بس أنا قلقانة عليها. يعني أنا ممكن أكشف عليها من فضلك؟ أصل هي لو قرصها ذبابة التسي تسي كان زمانها صحيت. لا هي أمي كده عاشقة للنوم بس أكيد إن شاء الله قريب هعرفك عليها. أتمنى ذلك. أتتمني ذلك؟ طب هشوف بس من فوق. أه اتفضل. يا
نيا؟ اللي حسبته لقيته بالظبط، والله كنت عارفه انك مقضيها مسخره. مالك امنيه في ايه؟ ما تتلمي كده، دي جارتي الدكتوره زبيده، واحده محترمه جدا. والكلام ده ليا اصلا؟ حضرتك انا دكتوره اساسا، وبعدين انا ساكنه هنا جاره استاذ هادي، وعندي مشكله في الحمام عشان كده كنت عنده هنا. احنا مش لوحدين على فكره، والدته جوه. على فكرة انتي كده بتظلميني، انا مش قادرة على اللي بيحصل ده. شفتي عملتي ايه؟ انت مستني مني ايه لما اخش الاقيكوا قاعدين في الشقة لوحدكم؟ وانتي مالك؟ انا حر اقعد مع اي حد في بيتي براحتي. انا اصلا انا علاقتي انا وانتي هبل فهبل، ومين اللي سخنك عشان تعملي الشو ده؟ هادي، هو مش احنا المفروض مع بعض ولا انا بيتهيألي؟ لا بيتهيألك، انا مش معاكي اصلا، ولو حتى انا كنت معاكي بعد الموقف دوت انا ما بقتش معاكي. بعد اذنك اطلعي بره. اوكي ماشي، انا همشي، بس خليك فاكر بقى ان انت بعد كده مش هتعرف توصلي تاني. ماشي؟ مش عايز اوصلك تاني. يلا اطلعي بره، يلا. انا جاي اعتذر على الموقف الباخر اللي حصل. استاذ هادي، من فضلك حضرتك ما تعتذرليش، انا بس عايزاك تفهم الاستاذه ان انا مش زي ما هي فهمت، وان انا يعني لو كان تواجدي معاك ضايقها فانا ما اقصدش الحاجات دي. على فكرة هي ولا حاجة بالنسبة لي، وبعد اللي عملته معاكي أنا طردتها من البيت. مساء الخير. مساء النور. بشبشي صاحبي، دكتورة زبادي، قصدي زبيدة جارتي. أهلا بحضرتك، شكلك هتتأخر. طب معلش عن إذنك. اتفضلي. يلا بشبشي، يلا نخش جوه. يلا. أولا أنا جبت العنوان من الشركة، عادي يعني سهل. ثانياً بقى أنا جيت عشان أعتذر لك. تعتذر لي؟ تعتذر لي على إيه؟ أنت المفروض تكون زعلان مني بعد الحركة اللي أنا عملتها وأنا ماشي. ما هو أنت عملت الحركة دي ليه؟ عملتها عشان أنت اتضايقت وزعلت وأنا أحرجتك. أنا بصراحة اتلهيت في لمة البنات عليا. ما كانش ينفع أسيبك قاعد لوحدك قفاك يا قمر عيش. كان لازم اعرفهم بيك واديك برستيجك قدامهم. انا بصراحه اول مره اتحط في موقف زي ده. البنات ديت هبله ولا ايه؟ انا يتحلق لي ويروحوا لك انت؟ انت معلش يعني مع كل احترامي ليك، بس برضو مش لوجيك خالص. انا افتكرت انك متفق معاهم. متفق معاهم ايه بس؟ الموضوع هنا فيه انهم يعرفوني من زمان، انما انت ما يعرفكش خالص. حتى لو انت ما اتفاجئتش بطريقتهم معاك، كأنهم عايزين يغزوني. بصراحة أنا اتفاجئت. أنا أول مرة يتعامل معايا كده. أنا حتى بعد أنت مشيت قلت لهم مالكم يا بنات اتلميتوا عليا ليه كده مرة واحدة؟ قالوا لي عشان أنت راجل كويس، وقالوا لي بالإنجليزي، قالوا لي أر أ جود جاي. ليه يعني؟ أنت إيه بتصرف عليهم بتخرجهم؟ عاوز أفهم أنت كنت بتعمل إيه معاهم؟ مش للدرجات دي يعني، هو كل اللي ما بيننا ذكريات شغل قديمة، ويمكن عشان أنا كنت أشطر واحد في الشركة فعشان كده بيحبوني. يمكن، مع اني مش مقتنع، بس اديني اسبوع واحد وهتشوف البنات ديت هتموت عليا ازاي. مش هلحق. ماشي، بس انا ليا عندك خدمه بسيطه، بس هي بالنسبه لي خدمه العمر. ايه هي؟ انا عاوزك تظبطني مع ناديه. ماشي، بس على شرط. ايه؟ بكره تصلح غلطه النهارده وتقول لهم انا ابقى ايه. ماشي، تحب اقول لهم ايه عنك؟ انا اقول لهم ايه عنك؟ أقول لهم مثلاً، أقول لهم إن أنت خارق وبتاكل إزاز؟ حاجة زي كده. أقول لهم، أقول لهم إن أنا إيه؟ هتقول لهم إيه صحيح؟ أنت بتسألني أنا؟ أنت اللي تقول لي. يعني أنت شوف كده، شوف حاجة تكون فخور بيها إن أنت عملتها، حاجة تكون حابب إن أنت عملتها. أنت عايش من زمان، يعني أكيد في حاجة بتحبها عملتها قبل كده. قول لهم، قول لهم انها مرة. ها مرة ايه؟ ها؟ صدق مفيش حاجة اقولها. ها كل حاجة زي الفل؟ مية تمام، سباكة تمام، كله تمام؟ تمام، كله شغال. طب الحمد لله. اجيب بقى الشيخ منصور امتى؟ لا خلاص مش عايزاه، انا اكيد كان بيتهيألي.
يعني انت متاكده انك مش عاوزاه؟ اه خلاص مش عايزاه، لو في حاجه هقولك. سيبني بقى عشان مشغوله دلوقتي. ايوه ما هو لازم دكتوره يعني الشيخ منصور يجي يحصن المكان، سواء في بسم الله الرحمن الرحيم يعني عفريت او ما فيش عفريت، المهم بيحصن المكان وتطمني كده. اسالي ايه، انا راجل خبره. وبعدين بقى خلاص بقولك مش فاضيه دلوقتي ومشغوله. براحتك عبودي. عاوزاه ها؟ برضك؟ لا مش عايزاه. بقولك ايه، هو ما فيش في العماره دي غير استاذ هادي ووالدته؟ يعني ما فيش ستات بنات؟ الدنيا سكتم بكتم كده؟ ازاي الكلام ده يا دكتور؟ العماره مليانه بس كل واحد قافل بابه على نفسه. وبعدين ايه حكايه والده الاستاذ هادي؟ انت ما تعرفيش ولا ايه؟ اعرف ايه؟ والدته تعيش انت؟ ايه؟ يا نهار اسود. انا قلت له 100 مره يدخل يطمن عليها. انا كان قلبي حاسس ان هي مريضه. والدته تعيش انت؟ ماتت وهي بتولده؟ نعم. زي ما بقول لك كده، وبقول لك وهي لسه وهي بتولده ماتت. ده ما شافش رباية. لا 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 لا، اكيد انت فاهم غلط. والدته لسه كانت موجوده امبارح، والنهارده الصبح طب القمر نزلت بدري. والدته نزلت من 30 سنه تحت. بودي يا عيون بودي، هو ممكن يكون بيشتغلني؟ لا ده اكيد بيشتغلك طبعا. حتى انت يا هادي. طب خلاص امشي انت دلوقتي. حاضر. مشينا. بعد اذنكم يا سيادنا. استقرضني يا هادي؟ اخص عليك. هو كده؟ ما هو ما كانش كده يبقى لا. هو انا عبيط. ماشي يا دكتور اكرم، ماشي يا هادي، ماشي يا مصر. كمان النور قطع، هو ده اللي ناقص. يلا عشان تكمل. ضل ناقص بقى وهي تقوم تقول ايه يا عفريت الكلب؟ عفريت ايه؟ هون هخف مع عفريت اللي بني ادم. عبودي مسكت العفريت، مسكت العفريت. الحمد لله مسكت العفريت. ليه كده يا عفريت؟ ماشي انا هعرفك. صبرك عليك. الحمد لله بنت حلال وصفية. خلاص قبضنا العفريت اللي كان مخوفك. عبود قاهر العفريت. عيب عيب عليك يا راجل، ده انت قد ابويا. تستفرد بيا تخوفني وترعبني ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انت هتفضحينا ولا ايه في العمارة؟ اه طبعا لازم افضحك واعمل لك جرسة كمان. يا راجل ده انا جاية مصر لوحدي اتحامى فيكوا واتأنس بيكوا. تقوم انت عايز تضحك عليا؟ ليه انا عملت لك ايه؟ اهدي اهدي بس يا دكتوره اهدي. انا افهمك على كل حاجه، افهمك على كل حاجه. ايه ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ هديها يا استاذ هادي، هديها شويه لو سمحت. اصل اللي حصل بالظبط ان الشيخ منصور كان قايل لي ان انا اعمل عروسه كده زي ابو قردان عشان يخاف ابو قردان في العقل يعني. فهي فهمت ان انا برضك بتكذب عليا؟ عيب على فكره، انا دكتوره مش واحده جاهله. مش عشان انا حسنت النية تفتكرني عبيطة. طب اهدي اهدي شوية كده وتعالي عندي في البيت هشربك عصير من بتوعي عشان تريحي دماغك شوية. من فضلك اسكت خالص عشان انت برضك بتكذب عليا. حضرتك مفهمني ان والدتك جوه وهي متوفية من عمرك؟ ايه ده؟ مين قالك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي. عبودي انا هبلغ فيك الشرطة. طب ليه بس؟ والله حرام، هنبلغ بإيه؟ طب وسيدي البوتشونكي، انت فهماني غلط. لا فهمك صح. انت راجل نصاب وبتعمل الحكايه ديت مع كل حد بيسكن في الشقه دي. ايه ده؟ يعني انت برضك كنت عارف ان هو بيستقرضني وساكت؟ اخص عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. هقول لك حاجه حقيقيه. هو
اقول لك حاجه حقيقيه؟ قول. لا بجد يعني. قول بجد. احنا الاثنين جوز جزم. دي حقيقه. اوكي. تصبح خير. وانت من اهل الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تمام مظبوط. خلاص اعملي اللي قلت لك عليه. خد نفس، خد نفس كمان نفس، نفس طويل. كح يا حبيبي. يا خير خير ان شاء الله. انا هكتب لك ان شاء الله مضاد حيوي ياخده كل 12 ساعه. الاسبوع الجاي تعيد الكشف. مع السلامة. نورت. ألف سلامة. هو حضرتك ازاي بتكشف على الولد وانت مش حاطط سماعة في ودنك؟ مين اللي قال لك كده؟ أنا شلت السماعة بعد ما خلصت كشف. لا أنت ما حطيتش السماعة. وبعدين أنت كتبت له على مضاد حيوي على أساس إيه؟ ده كتير. كتير. خلي بالك ما تيجي تقعدي مكاني أحسن. أكيد باللي أنا شايفاه ده هيكون أحسن. وبعدين انا مش هسكت، لو شفت اي حاجه غلط تاني انا مش هسكت. انت بتهدديني ولا ايه؟ انت ما تعرفيش مين الدكتور اكرم، انا ممكن اقعدك في بيتك. وانت كمان ما تعرفش مين هي زبيده الطحاوي، لا تعرف انا مين ولا بنت مين، خاف على نفسك مني يا دكتور. يا نورا، نورا. خير يا دكتور؟ اسمها زبيده دي عايزك تراقبيها 24 ساعة في ال 24 ساعة، تعرفي لي هي ساكنة فين؟ وساكنة مع مين؟ لها قرايب عندنا في الوزارة ولا لأ؟ بنت مين في مصر؟ أنا بنت فران. الله يرحمه بقى مات من زمان، وأهلي ناس غلابة قوي. عارفة أنت اللي بيبقوا ماشيين في الدنيا بيقولوا يا حيطة داريني؟ فعلاً؟ زي ما بقول لك كده. الناس اللي هم مالهمش ظهر دول اللي بيتضربوا على بطنهم. آه، اللي أعرفه. هم دول إحنا بقى. يا فندم تعال هنا جنبي. يا ريت. انا عاوز افهم ايه اللي انت مصوره ده؟ ها ايه ده؟ ايه البنات مالهم؟ ايوه انا عاوز افهم، هو انت ليه مركز في تصويرك على مناطق معينه في جسم المودلز ومطنش خالص الوش والرياكشنات والبادي بوزيشن ليه؟ انا اقول لحضرتك، البنات اللي جم جسمهم احلى من وشهم، لذلك انا حاولت ابرز مواطن الجمال. الكلام ده مش حقيقي ومش مظبوط. انت اللي مش مركز في شغلك وللاسف مركز في حاجات تانيه عجيبه جدا. انا عايزه اوري لك الصور بتاعت رامي عامله ازاي. شايف؟ اتفضل علشان تشوف وتقارن بنفسك. صور تقليديه خالص. مع احترام للاخ رامي. طب بص بقى يا استاذ هادي، انا هكون صريحه معاك، مستوى التصوير بتاعك ما يخلينيش ابدا اني اتمسك بيك علشان تكون معانا هنا في الشركه. ف I'm so sorry وجود لك في اي حته تانية. اتفضل اتفضل. اوكي باي باي.
يا فندم بعد اذن سعادتك الدكتوره دي فاشله وما عندهاش اي فكره عن الطب. بتكشف على المرضى يا فندم بالسماعه وما بتحطش السماعه في ودنها. ولما واجهتها قالت لي لا دي كانت في ودني. زي ما بقول لسعادتك كده يا فندم. انا تحت ايدي روجيتا. ايوه يا فندم كاتبه دواء فيه سلفه لمريض انيميا فود. زي ما بقول لسعادتك كده يا فندم. وكل كلامها عن الطبخ والحاجات دي. كل يوم تقول انا عملت صينيه مكرونه بالبشاميل، عملت بطاطس باللحمه الضاني، محسساني ان احنا في مطبخ مش في مستشفى محترمه. انا بعد اذن سعادتك، طبعا بعد اذن سعادتك اولا، انا هوقفها عن العمل واحولها للتحليل. تمام يا فندم، اشكر سعادتك. شكرا يا فندم. ما وريتك، اصبري عليا. اسمك ايه؟ محمود. عندك كام سنه يا محمود؟ 10. تاكل حلو؟ ايوه. شكلك كده مش بتاكل حلو. لا باكل حلو. برافو عليك، افتح بقك. ده احنا زورنا ملتهب خالص. هو عنده ايه دكتور؟ عنده شويه احتقان في الزور، انا مش هكتب لك على ادويه، بس عايزاكي تديله شاي او ميه او عصير بالعسل، وهكتب لك على مخفض عند اللزوم، والروشته دي مكتوب عليها كل المواعيد اللي ممكن تديها. وقف الكشف ده يا دكتور. حضرتك موقوفة على العمل ومحولة للتحقيق، ما تجيش الا مشؤون القانونية تبعتك. ممكن اعرف وحضرتك كارهني ليه؟ وهكرهك ليه؟ انت عاملة فيها بنت عمدة وعايشة حالة، وريني بقى شطارتك. اتفضلي روحي في البيت لما يجيلك استدعاء الشؤون القانونية. اتفضلي. لا لا شوف. ممكن اعرف حضرتك بتعمل معايا كده ليه؟ عشان ما كنتيش معايا فير، ما جيتيش معايا سكة، مش عاجبك شغلي وبتتنططي عليا. اتفضلي بقى روحي اقعدي بيتك لحد ما يجيلك استدعاء الشؤون القانونيه عشان تعرفي بعد كده انت بتتعاملي مع مين. انا اسمي الدكتور اكرم نبيل. اسمي اكرم نبيل. يا استاذ هادي انا بموت. مالك يا نهار اسود؟ ام عبودي الحقيقة ام عبودي. مالك يا استاذ هادي؟ دكتورة. ايه يا عم عبودي؟ بعد اذنك بقى علشان عايز انزل انام، تعبت. لا معلش نام على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده. كرسي ايه اللي هنام عليه؟ هو انا امه هوديه الصبح المدرسه؟ ما انا ما بنامش على كراسي. ما احنا مش هينفع نسيبه لوحده كده وهو بالحاله دي. لوحده ازاي؟ ما انت قاعده معاه شويه ان شاء الله يعني. لا مش هينفع اقعد انا وهو لوحدينا. هو مين بس؟ الراجل جثه هامده. الخوف مني انا. نعم. يعني انا اللي صاحي يعني. انما ده مكلبش اهو، كلب صف تاني ونايم قدامي فما بيتحركش، ولو ان يعني ده ما يتأملوش حتى لو عضمه في قفه. اسمع دكتوره زبيده، انا هنزل واسيب باب الاوضه مفتوح وباب الشقه مفتوح عشان لما تصوتي. لا بعد الشر عليه مش هيموت، اصوت ليه؟ انت مش فاهماني خالص، عايزك تفوقي معايا كده. انا قصدي اقول لك يعني لما هو يفوق ويلاقيك قدامه في الاوضه وانتوا الاثنين مع بعض اكيد هتصوتي. لا مش فاهمة دماغك بتروح لحاجات غريبة. المهم احنا الصبح ان شاء الله كده نهدى وانا هتصل باخته على طول اول ما نصحى. هو عنده اخت؟ اخته من ابوه اسمها هند. خلاص؟ ماشي. بعد اذنك. انت شكلك طيب قوي وانت نايم.
بس انت شقي قوي لكن جميل. ربنا يقومك بالسلامة. انتي اختراع. بصي من زمان ما شفتش حد نضيف وطيب زيك كده. شكرا قوي بس انا ما عملتش حاجة، يعني ده واجبي. مش معقول هشوف حد تعبان قدامي واسيبه. وبعدين استاذ هادي ده طيب جدا، هو بس شقي حبتين. طيب؟ طب شقي دي معرفنا. طيب بعدي جبتيها منين؟ لا والله طيب قوي، هو بس شقاوته منسيه شوية حاجات حلوة كده جواه. والله عندك حق، هو هادي طول عمره كده معيش لوحده، ما عندوش مسؤوليات، حد كده هانسام ولطيف، بس زي ما تقولي كده مقضيها. مش واخد باله انه بيكبر، في حاجات كتير قوي لازم يفكر يعملها. ساعات الواحد الدنيا بتاخده وايامه بتجري وما بيكتشفش كده غير متاخر قوي. انا معرفوش زيك طبعا، بس انتي لازم تتكلمي معاه. يوه انا اتكلمت معاه كتير قوي بس ما بيسمعنيش. اللي بيسمعش الكلام ده انا ولا ايه؟ اه انت يا اخينا. طبعا فضحتيني قدام دكتوره زبادي. زبادي؟ ايه زبادي ده؟ انت مسميها زبادي؟ شفتي من النبي، من زبيده لزبادي. طب والله العظيم حلوه قوي. طب الموضوع دوت نرغي فيه بعدين، انا حاسس اني مخنوق وعاوز اعمل اي حاجه. كده كده احنا الاثنين مرفوضين وفاضيين. ما تيجي ننزل ناكل اي حاجه وانا اللي عازمكم. يلا. ارجعه ليه؟ ده فاشل. ده ما عندوش فكره اصلا. طب ممكن بس اسمعي وجهه نظر بشبشي؟ أنسة هيام. ايوه. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. أنسة هيام، هادي مصور مش عادي. هادي فنان غير تقليدي، بيحاول دايما يفكر بره الصندوق. هو بس معرفش يشرح لحضرتك وجهه نظره في الصور اللي صورها. عشان حضرتك بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، عندك هيبه وكاريزما. وبعدين هادي فنان مجنون، وزي اللي قبلنا ما قالوا ان الفنون جنون، فنديله فرصه واحده بس، وبعديها حضرتك هتيجي تشكريني. بص يا بشبيشي، صاحبك ده هلاس وجاي هنا علشان يهزر. اي نعم انا بحب جو الفرفشه والهزار، بس لما تكون في وقتها. ويكون في علمك انا متاكده ان هادي شاطر وفوتوغرافر موهوب، بس الموهبه من غير ده ملهاش اي قيمه ولا لازمه. يا سلام يا سلام، سلم أنسة هيام بتتكلم. حضرتك بتنزلي من بقك ذهب. تصدقي انا لازم اروح اقول له على كل النصايح اللي حضرتك قلتيها دي عشان يتعلم ويستفيد. بس بليز ارجوكي اديله فرصه واحده بس، فرصه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. والله انا شايفه نديله فرصه ثانيه. ليه لا؟ لو طلع فعلا موهوب وشاطر تمام، لو طلع غير كده يمشي. انت قلت على مسؤوليتي الشخصيه. اه يبقى لو طلع مش تمام انت اللي هتمشي من الشركه يا بيشبيش. لا لو كده مالكش انت دعوه يا بيشو. انا موافق. يا بيشبيشي، انت انسان طيب، بس خلي بالك ان الطيبه زياده عن اللزوم بتضر صاحبها. يعني مش صح ابدا انك انت تراهن بشغلك ومستقبلك واكل عيشك بتصرفات واحد زي هادي. انت لحد دلوقتي ما تعرفوش كويس. أنسة هيام، انا ماشي في الدنيا دي بقلبي. اي نعم هادي لسه عارفه من فتره قريبه، بس انا اول ما شفته ارتحت له وحبيته. وما دام نيتي كويسه يبقى الارزاق على الله. خلاص يا بشبيش، قول له يرجع الشغل من بكره. احلى هيام في الدنيا. يا بشبيشي ادخل يمين في اول شمال هتلاقي اكسس كافيه قدامك. انت ليه الاي كيو بتاعك ضعيف كده؟ بقول لك ايه، انت لو سالتني سؤال غبي تاني انا هقطع علاقتي معاك. يلا سلام. في ايه يا هادي؟ ما بالراحه ليه شويه؟ انت مش فاهمه بشبيشي صاحبه ده طيب ازاي؟ هو غلبان لكن مخه تخين شويه، بس بيقول لي عنده مفاجاه حلوه ليا. تفتكروا ايه؟ خير ان شاء الله، ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب دايما. الله على الدعوة الحلوة. ما اقولكيش بيوقف له، بس هو اللي بيطفشهم. بقولك يا زبادي، مالكيش دعوة بهند خالص، هي على طول كده مضطهداني.
ايه ده مش ده مش بيشي؟ ها؟ يا بيشو تعالى. اه صحيح ما حدش يجيب سيره الطيور ولا البط. اشمعنى؟ بعدين بعدين. مساء الخير سنور. بيشو صديقي دكتوره زبيده. يا راجل عزيزي انا مش فاكرها. فاكرها طبعا اتقابلنا على الباسطه زي القمر. اتفضل. دلوقتي انا في موضوع عاوز اتكلم فيه. اتكلم قدامهم عادي؟ لا مش هتكلم عن الموزز يبقى اتكلم عادي. لا الموزز واحنا لوحدينا. دلوقتي انا وبلا فخر جبت لك موافقه انك ترجع الشركه تاني. الانسه هيام قالت يرجع من بكره. ايه قالت لك كده؟ والمصحف الشريف مبروك يا عالمي. بس انا عندي شروط. اقسم بالله لوشك. Good morning guys. Morning, Yahed. Welcome back. ها انا سخنان. ازيك يا بيشو؟ ايه الاخبار؟ انا عايز اصور. فين البنات؟ فين المودلز؟ فين التصوير؟ اهدى شويه. مفيش بنات. رامي خلاص صور. قصدك ايه؟ خلاص كده مفيش بروجكت ميس ايجيبت؟ لا كمان هترجع تحت. لا ارجع تحت ايه؟ انا عايز اقعد معاكي هنا. قصدي يعني عايز اثبت مكاني هنا. لا تحت مع الخناشير دول نو واي. بقول ايه؟ بالنسبة للميل اللي جه النهاردة مكتوب فيه ان في مسابقة عن افضل بوستر لحفل الختام. انا عاوز اعمل البوستر ده مع هادي. بوستر ايه؟ عايزين بوستر بيعبر عن البنت المصرية ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. سهل جدا. الحزام الفرعوني اللطيف يبقى الماضي. واليشمك على الوش يبقى الماضي القريب. والحواجب التاتو تمثل الحاضر. والمستقبل مش عارف بس ممكن احط فوق راسها لمبه نيون. الله لمبه نيون. بس عارف لازم تداري السلك بتاع اللمبه علشان الصوره تبان طبيعيه. ايه الابداع ده؟ ابداع ايه يا متخلف؟ اكيد طبعا بتريق. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ البنت بين الماضي والحاضر والمستقبل هي هي نفس المخلوق ولا انتوا قصدكم بتتكلموا عن اللبس؟ لا طبعا لبس ايه؟ هم عايزين وش تكون فيه الملامح المصرية واللبس هتظبطه الستايلس على حسب الثيم بتاع البوستر. بس خلي بالك بقى ان الاهم من ان ده بوستر حفل الختام. البوستر ده هيتعرض في غرفة وزارة السياحة في المعرض الجاي في برلين. قشطة سهل. برلين I'm coming baby. قشطة وسهلة ايه؟ هو انت فاكر اللي هيتنافسوا على البوستر ده مش شركة بس؟ دي مسابقة مفتوحة. So what؟ ايه مليون واحد مثلا؟ انا هادي السباعي يعني هبقى نمبر 1. يعني انت كنت جد فعلا لما قلت انك هتبقى رقم واحد؟ اكيد طبعا جد. انا لو ركزت هطلع شغل هوليوود. بس انا ما بحبش اركز كتير قوي. يعني ينفع دلوقتي يا استاذ هدية لو انا جيت اديت لك هديه هتهتم بيها ولا هترميها على الارض؟ لا اكيد طبعا ههتم بيها. اهي موهبه التصوير دي نعمه وهديه من عند ربنا. لو انت هتهتم بالهديه بتاعتنا ما بالك بقى بهديه ربنا. لا عندك حق بجد يا زبادي. بس بقول لك ايه؟ ما تفكك بقى من كلمه استاذ هادي ديت وخليها هادي حاف زي ما انا بقول لك زبادي كده. ايه استاذ دي؟ الله هادي وزبادي لايقين على بعض جدا. طيب يا ابني عبيط يا ابني ولا ايه؟ ايه لايقين على بعض جدا؟ كاننا صاحبين مثلا. انت عبيط قوي. يقصد الاسم يا هادي؟ الاسمين هادي وزبادي. اكيد ما يقصدش يا استاذ هادي. انا اصلا مش وصلني ليك. انا هقوم معاك. استني هتمشي فين؟ انت لسه ما اكلتيش. لا ما انا وانا ماشي هلغي الطلب بتاعي. انا كده كده مش جعانه وتعبانه شويه. عايز نوم. اقسم بالله ما مصدقه قله الذوق اللي انت فيها دي. انت ازاي قليل الذوق كده؟ ايه في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. وبعدين هو الاستاذ دوت اللي قال البق الحمضان ده. وبعدين اصلا زبيده ديت مش الستايل بتاعي يعني. انت احرقتها قوي قدامنا يا هادي. المفروض ان انت فنان يعني مرهف الحس. انما بصراحه طلعت شلحف. ايه الهبل ده وايه شلحف دي؟ معرفش انا زعلان منك. لا هو لو على هبل فالهبل جاي منك انت. انت اصلا ما تطلش ان واحده زي زبيده دي تبص لك. دكتوره ومحترمه ونضيفه من جواها. لكن انت ايه بقى؟ عملت ايه في حياتك عشان التلاكه دي كلها؟ طيب فوق يا هادي فوق عشان انت بقيت في نقمه. طيب طيب خلاص انا ممكن اروح اقول لها سوري. سوري؟ انا بصراحه شايفه ان لحد دلوقتي المشكله مش بس في الفكره. المودلز اللي انت مصورهم وشهم مش معبر. مش عارفه في حاجه غلط. بس
صراحه انا مش شايف حد احسن من دول، ده غير ان في كذا واحده منهم شغاله في نفس البروجكت مع فوتوغرافرز تانيين. طب يا جماعه ندور نشوف ناس عاديين مش لازم مودلز يعني. لا طبعا بيبقى صعب جدا، لازم البنت اللي تتصور تبقى بتعرف تتصور، وحتى لو هنلاقيها فين؟ طيب ما تتصوري انت يا ناديه، انت ملامحك مصريه وزي القمر كمان. لا ما بحبش اتصور اصلا. يا جماعه الوقت بيجري وفي حاجات اتقدمت والشغل بجد حلو. ما توترينيش بقى يا جودي، عامل ايه اكتر من كده؟ النهارده الجمعه اهو وجايبكم كلكم عشان نشوف انا هعمل ايه. طيب طيب انا بفكر في حاجه. ايه؟ زبيده ملامحها مصريه جدا. ايه زبيده دي؟ دي اطيب حد انت ممكن تشوفيه في حياتك، جارتها دي وبعدين اتراكتيف جدا على فكره. انا صراحه مش معاكي في الموضوع ده. بالعكس بقى انا شايف ان هند بتتكلم صح جدا. طب يا جماعه صباح الفل اللي كده يعني، هو انتوا خلاص قررتوا ان هي وافقت يعني؟ انا ممكن اتكلم معاها بس لو هادي مقتنعه. حتى وشها لو يعني، بس ممكن يكون مناسب جدا. عمال افكر اهو، بس زبيده اكيد طبعا ما بتعرفش تتصور، هتطلع عيني. هي بجد اسمها زبيده؟ ايوه اسمها زبيده، بس انا بدلعها زبادي، هي اصلا مش من القاهره. من فقوس. واتيفر، اكيد يعني مالهاش في جو الفوتو سيشنز، ليه اخرها اخذت سيلفي ببوز الب... بس 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 بوز ايه وبتاع ايه بس؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انت خايفه عليا؟ لا انت خايفه عليا بجد؟ يا جماعه ناديه خايفه عليا. لا انت خايفه عليا، انا مش مصدق نفسي. ناديه حطت ايديها على بق جودي قبل ما جودي تقول الكلمه اللي بخاف منها دي. انا مبسوط جدا يا جماعه. الله بطل افوار عشان انا ولا خفت ولا اي حاجه خالص يعني، هو الموضوع كله بس ان انا مش طالبه صداع ترفيس على الصبح. ترفيس؟ ما كانش هيخس عليك حاجه لو كنت سبتيني فاهم انك خايفه عليا. يا عم كفايه دراما بقى. طيب انا هروح اتكلم معاها ولو تمام نجيبها عشان حقيقي ما بقاش في وقت. ماشي باي. ماشي وادي قاعده. على فكره انت زعلتيني، انا زعلان منك. خد تعالى بس. رايح فين؟ تعالى. وايه زبادي دي كمان بتظبطها؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتغيري عليا ولا ايه؟ يا ريتني كنت قلت زبادي من الاول. ولا بغير ولا بتاع. يا زبادي انت بالعسل انت. اخيرا حد خبط عليا. اهلا هند. اهلا. ايه ازيك؟ الحمد لله كويس. متسأليش ليه؟ عارفه اني مقصره والله، معلش. اتفضلي. انت فين الفترة اللي فاتت؟ اتسحلت في حاجات كتير قوي. تشربي ايه؟ لا مش مهم، عايزاكي في حاجة أهم دلوقتي. جالك موضوع كده مش عارفة تكسفيني ولا لا، بس هو بخصوص هادي. اسم الله عليه، ماله تعبان ولا ايه؟ في ايه في ايه يا بنتي في ايه؟ مالك بحسيني انت بتتكلمي عن طفل صغير؟ ما هو زي القرد اهو، احنا بس مش لاقيين موديل كويسة نصورها لحد دلوقتي. ما انا والله ما اعرفش حد خالص بيشتغل حكايه الموديل دي. أنا اصلا ما اعرفش غيركم. اه ما انا عارف. لا ما هو بقى ايه، انا اعرف حد شايفاها مناسبه جدا، بس هي مش بتشتغل موديل. امال ايه بتشتغل؟ ايه دكتوره اعرفها يعني؟ انت يا زويل يا فضحتي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ليه يا فضحتي؟ لا 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 لا، ما انت اللي بتقولي اتصور و اطلع. لا لا لا، اطلع على بوستر المسابقه بس. لا لا معلش معلش، ما اعرفش انا اعمل الكلام ده خالص. وبعدين انت عايزاهم ايه؟ فقوس ياكل وشي؟ هي الناس هتعرف فقوس ازاي مني؟ انا اللي هقول لهم؟ هو انا بيتبقى فوقي فوله؟ لا معلش طلع على نفسك المره دي وما تخليش حد يعرف. لا والله صعب قوي اللي انت بتقوليه ده، معلش مش هينفع يا حبيبتي عشان خاطري. وبعدين انا هساعدك. وبعدين انت هادي مش غاليه عندك ولا ايه؟ غالي عليا والله ربنا يعلم، بس انا ما اعرفش اعمل الموضوع ده، اتكسف. صدقيني انا حاسه ان انت هتبقي سبب في انه يفوز في المسابقه دي عشان خاطري. طب تعالي اقعدي معايا يمكن يقنعك. مستحيل. اهلا 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 دكتوره زبادي، جت. وحشتيني يا زبادي. ما تشوفش وحش ابدا. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. اعرفك جودي ماي بوس. ناديه جرافيك ديزاينر. اهلا بيكم. اقعدي اقعدي، شكلها هند اقنعتك. مش بالظبط، انا قلت اجيبها هنا ونقنعها كلنا بصراحه. هيا يا زبادي، ايه رايك في الموضوع ده؟
مش عارفه والله يا استاذه، دي الموضوع غريب قوي وصعب عليا قوي. يا ستي ما انا قلت انا هساعدك. طيب يا جماعه انا شكلي همشي انا بقى، لاني ابتديت احس ان احنا بنهرج. نعم ده اللي هو ازاي يعني؟ انا بصراحه مش قادره افهم طريقه تفكيرك يا هند. انت عايزه تضحكي علينا الناس ولا ايه؟ ناديه قايمه ولا قاعده؟ لا قايمه طبعا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا جودي؟ بتعملي ليه كده؟ في ايه؟ عشان انا جاي اشتغل، لكن انتوا بتعملوه ده مش شغل، انتوا جايين تهزروا وتضحكوا، باي. طب يا هادي نبقى نكمل بعدين بقى. طيب انا هوصل نادية. انا اسفه يا زبيده. استاذ هادي انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي. بص في وشي كويس. تقدر تطلع منه الشغل اللي انت عايزه؟ هند انت ازاي شفتي في وش زبيده اللي انا عمري ما خدت بالي منه؟ زبادي انت لو سمعتي كلامي انا ممكن اكسب المسابقه دي، وانا هعمل كل اللي هتقولي عليه وهكون السبب في نجاحك بالعند في البيت الطويل. اه فعلا طويل قوي. اه مش هلبس اقصر من كده، اقسم بالله انت هتوديني في داهيه. لا انا مش عاوزك تلبس اقصر من كده، حلو ده قوي. ايه رايك يا هند؟ بيرفكت. طب انا عاوزك بقى توريني دلوقتي هتلبسي ايه في رجلك. حاضر ثواني هلبسها كده. والله العظيم مش مصدق ان دي زبادي. انت عملت فيها ايه؟ دي اتغيرت خالص. سؤالك ايه؟ شكلها مبسوطه على فكره. اكيد اكتشفت نفسها من اول وجديد. طبعا بعد الجلابيه بقت قمر. واو ايه ده يا زبادي الحلاوه دي؟ قمر ما تكسفنيش بقى. يا لهوي ايه العسل ده يا جدعان؟ ايه ده ايه ده؟ حرامي ده؟ ايه ده حرامي ده؟ خمبرامي حلاوتي قوي يا زبادي. كسف. هو ده يا ابني الالوان اكيد. ايوه يا يلا يا بت يلا. مش حد هنا ولا ايه؟ السلام عليكم. يا ما انا متشوقه اشوفك يا زبيده. البنت مش هتسعها الفرحه لما تشوف المفاجاه دي. هي قالت لي الدور الثاني مش كده باين يا تهاني؟ معرفش يا ماما هي ما قالتليش انا. طب يلا يلا. حلو قوي كده. من فضلك يا هادي بلاش الكلام ده انا بتكسف. انا بقى مش بتكسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تعرفوش شقه الدكتوره الزبيده فين؟ ان شاء الله فوق والله اعلم. يلا طب يلا 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 فوق. انت يا ناس العصابه دي بتسلع عيال صغيره دي ولا ايه؟ انت يا ناس اللي فوق. بقول لك يا بودي اطلع فوق قول لهم على شقه الزبيده فين. طب وانت ما قلتلهمش ليه؟ إيه؟ انت هتحقق معايا يا بودي انجز واطلع فوق يلا. انا هنا بواب العماره يعني شيخ حاره العماره. بقول لك انجز واطلع فوق يلا. انا عايز انجز انت اللي معطلني. حاضر هطلع.
يا ناس فتحتك يا زبيدة فتحتك. النضارة فين؟ ويا دهني تكتمي السر ربنا يستر. هي سيبة مش انا قاعد تحت ولا رزوع تحت. قولوا لي طالعين فين جايين منين؟ هي وكلام غير بواب. ده رايق يا راجل انت، انت محسسنا كده ان احنا دخلنا عليك الحمام ولا اوضه النوم، انت مش شايف شغلك كويس، نعمل لك ايه احنا؟ زبايبه ازيك يا حبيبتي وحشتيني. تكيوت يا دهين. الحمد لله على السلامه يا دهين. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ولا وحلاوتي في مصر يا زبايبه، ايه الحلاوه دي يا بنت؟ ايوه ده احنا غيرناها خالص هنا، بقت ستايل تاني. مين الراجل الماسك ده؟ وايه ستايل ده يا راجل انت؟ اتفضلوا اتفضلوا، دول اهلي يا بودي، خلاص روح انت. بودي؟ بودي. ايه ده؟ براغيث ملت الدنيا. استنى عليا، ستايل؟ انا مش فاهم حاجة. بس هفهم برضه. أحلى مفاجأة دي ولا إيه؟ ولا إيه؟ لا هما بيقولوها كده يا ماما هنا على الفيس أو حاجة، مش عارفة بقى. بس خير جايين عشان انا ولا في حاجه تانية؟ ما بقتش قادره على بعدي كده نايه. لسه بدري قوي يا ماما على الحاجات دي، احنا اتفقنا ايه؟ مش قلنا نتحمل؟ مش قادره انام التفكير. وبعدين يا بنت انت زعلانه اني جيت؟ بالعكس ده انت انستيني ونورتيني. المهم انت عامله ايه في شغلك يا بنتي؟ الحمد لله كويسه قوي يا خير. عال عال. بقول لك يا زبيده انا عايزك تخلي بالك من الجيران اللي قدامك، شكلهم منحلين شويه. منحلين ازاي يعني؟ مش شبهنا وخلاص، خلي بالك. حاضر. طيب انا مش هطول، انا كنت بس جاي اوصل امك وتهاني وراجع البلد طوالي. ها هيباتوا معاكي الليلتين بحالهم عشان امك تشبع بيكي يا اختي. دول منوريني، بس خليكي يا خالي نتغدى سوا. كلام على ايه؟ كلام ايه اللي على ايه؟ انت عارفه وانا عارفه. بنت يا تهاني انت كبرتي وتكتمي السر. عيب كبير. زي ايه بقى؟ الاوتفيت مش معبره عن الفكره، البوز بتاع الموديل، نظرتها، حاجات كتير. انا ليه حاسس انك غيرانه منها بالتحديد؟ من مين؟ من زبيده. أنا جودي على فكرة، هغير من زبيدة وهكره لبعيد قوي، وغير منها على مين؟ عليك؟ عليا. بص وأنا أكيد مش بحبك يعني، بس أنت بينت لي الفترة اللي فاتت إنك عايزنا نقرب من بعض، صح ولا غلط؟ صح. حلو، وأنا ما عنديش مانع إن إحنا نعرف بعض أكتر، بس يا ترى بقى أنت هتبقى عايز الحالة دي تكمل ونشوف هتودينا لفين ولا لأ؟ شور. حلو. طالما شعور يبقى أول حاجة لازم تعملها إنك تقطع علاقتك تماماً بزبيدة. ليه؟ لأنها بتحبك. زبيدي بتحبني أنا؟ مين قالك الكلام ده؟ عينيها، عينيها فضحتها. آه. لا مش آه خالص، أنا بقولك لو عايزين نقرب من بعض أنت لازم تقطع علاقتك بزبيدي بتاعتك دي تماماً. سوري، صعب أوي. صعب أوي؟ أنا سمعت الكلام اللي أنت بتقوليه، هو مش صعب، هو مستحيل. ده حب بقى. جايز. اهلا اهلا بالقمر. شكرا. اتفضلي. ازيك يا هادي؟ الحمد لله تمام. تصدقي قبل ما تيجي كنت متخيلك بالشكل القديم؟ طب ما انا لسه زي ما انا يعني. ازاي بس؟ شلتي النضاره وتسريحه جديده وميك اب مختلف، اكيد طبعا في اختلاف يا زبادي. ايوه ما هو البركه فيك انت واختك. انا عايز اقول لك حاجه. انا النهارده حسيت باحساس من ناحيتك ما كنتش واخد بالي منه. بس هو احساس حلو قوي قوي. من فضلك يا هادي لازم تحط في بالك ان انا لسه زي ما انا بتكسف جدا، مش عشان اتصورت صورتين ثلاثه يعني يبقى خلاص فكيت. لا انا فكيت طبعا شويه بس لسه مش لدرجه الكلام اللي انت بتقوله يعني. وبعدين انت قبل كده ما كنتش تعرف تتكلم، ايه اللي حصل؟ يعني مش قوي، بس انا النهارده حصل لي موقف غريب جدا، ولما حصل لي حسيت ان مش عاوز اي حاجه في الدنيا غير ان اشوفك قدامي. ايه ده موقف ايه؟ حد طلب مني اني ما اعرفكيش خالص.
ده مين الصرمه ده؟ لا بجد يعني ايه الشر ده ليه كده؟ دي اكيد البت الطويله جودي؟ هي صحيح مزه مش هقدر انكر، بس مش فاهمه ليه حاطه نقرها من نقري. عشان انت مزه اكتر منها. يا نهار اسود يا نهار اسود، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا هقوم معلش. ايه الاوفر اللي انا عايش فيه ده؟ انا قلت لك ايه؟ كلمه مزه دي عيب جدا ان انت تقولها لي، يعني ده انت لسه قايلاها على جودي. ايوه انا اقولها ماشي، بنت تقولها على بنت ماشي، بس انت تقولها لي ده يعتبر خدش حياء. يعني اسكت ما اقولش اللي جوايا؟ انا بتكسف ما تقولش. ماشي، بس انا متاكد انت عاوزه تسمعيها. صح، بس عشان انت مجرد جاري بتكسف. يا بنتي الايه يا زبادي؟ ترسمي على صحوبيه؟ لا جواز كمان على طول كده؟ خلاص بلاش تقولي الكلام ده وحوشه لعروستك. ماشي وانا موافق. طب انا لازم اقوم بقى عشان هروح الشغل، عندي النهارده نتيجه التحقيق. ربنا يستر. جود لك. ميرسي. باي باي. التحقيق نتيجته مش في مصلحتك، عملوا لك لفت نظر وخصم من المرتب. بس انا بقى عدلك ما وريش شغلانه غيري. ماشي براحتك يا دكتور، بس ارجوك ما تتدخلش في شغلي وانا بكشف على الناس. لا انت مش هتكشف على حد تاني، انت تيجي تمضي وتمشي، تيجي تمضي وتمشي، لحد ما ان شاء الله اشوف انا هخلص منك ازاي، وهخلص منك. ادخل. سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عمو؟ عمك اتعمل دبلب، انت كبير ولا صغير يا قلب؟ انا تبيل، بس بيزو عيان بن وواوا. انت مش جايب النيابه عنه، ما تتكلم. دي كملي. طب والفل، هاتوا يا تبيل. اكبر مني يجي 80 100. بس بيسو عيان برن وواوا. الف سلامه على بيسو عيان، هكتب لك دواء يا بيسو. لا لا لا، اسف عليا، اسف عليا بس بتماع خلدون. يلا هكتب له دواء احسن. بتماع خلدون احسن. هكتب له دواء. بتماع خلدون احسن. خلاص خلاص اقعد. يلا روح روح روح. سماع خلدون، سماع خلدون. يلا يلا نزل رجلك. اهو. قول بيب بيب. يا ابني قول بيب بيب. اوعى كده اوعى كده. بيب 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 بيب. بقيت زي الفل. يلا 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 اكتب لك الدواء. خلاص. خلاص خلاص كده يا دكتور. ايوه حبيبي. يعني بيسو بطن وواوا بح. ايوه بيسو بطن وواوا بح. خد يلا هات الدواء ده لبيسو. مضاد حيوي ألف، مسكنات، دواء كحة، كل ده دواء تكتبه لعيان ما كشفتش عليه أساساً. والله أنت بتتكلم عادي أهو. هو في عيل بالحجم ده؟ ده أنت ليلتك سودة. أنت كاميرا خفية مش كده؟ كاميرا خفية. بالظبط، إحنا الكاميرا الخفية يا خفيف. إحنا سجلنا كل حاجة. وأنت بقى يا حبوب بتتهم دكتورة زبيدة إنها مش بتكشف على المرضى وبتديلهم أدوية تقيلة من غير سبب. وانت اصلا اللي بتعمل كده. انا ممكن ابلغ فيكم البوليس. بلغ البوليس وانا هنزل الفيديو دوت على النت وعلى كل المواقع واقول لهم انك دكتور نصاب وضلالي. انت عاوزيني بالظبط؟ تكلم مديرك دلوقتي وتقول ان الدكتوره زبيده انت كنت فاهمها غلط، ان الدكتوره ديت بتفهم اكتر منك بمليون مره، وتقول انه ينقلك في اي حته تانيه غير هنا. يذيع ولا ما نسيهاش. وعلى فكره أنا ممكن أودي الفيديو ده مكتب وزارة الصحة، وممكن ألف بيه على برامج التوك شو كلها، وممكن أنزله على اليوتيوب تشوف بقى يعمل كام مليون مشاهدة في دقيقة واحدة بس. خلاص أنا هعمل اللي أنت عاوزينه، هعمل اللي أنت عاوزينه من غير شرشرة. أيوه كده. أنا هخلص. ألو، السلام عليكم يا فندم، إزي صحة سعادتك؟ أنا نقلت صورة غلط على الدكتورة اللي اسمها زبيدة يا فندم. الدكتورة دي محترمة وأخلاقها عالية وعاملة شغلها على أكمل وجه. أنا بعتذر على الصورة اللي نقلتها عنها يا فندم. ثانياً في رجاء بسيط ليا إن إني أي حتة جوه القاهرة يا فندم. عندي ظروف عائلية يا فندم. أنا آسف. ربنا يخليك يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. شطور. سلام عليكم. بصراحة
ربنا انا قلقانه عليكي. ليه يا تهاني في ايه؟ بصي هما الناس دول كويسين قوي ودمهم شربات وتحسيهم مستحمين كده، بس تحسي ان فيهم حاجه مش زينا. انا فاهمه قصدك، هما مش زينا فعلا، ثقافه كل بلد بتغير من اهلها، بس هما زي ما انتي قلتي طيبين وكويسين. طب وحكايه الصور؟ لا حكايه الصور دي سر ما بيني وما بينك، محدش يعرفها ابدا. انا وعدتك ما تخافيش، بس انت خلي بالك. طب وهادي وعايز منك ايه؟ انت مالك يا بنت قلقانه عليا كده ليه؟ يا زبيده احنا ماشيين الصبح عشان كده قلقانه على اختي. انت بس قولي لي حكايه هادي. انت شايفه ايه؟ بيحبك، انت كمان بتحبيه. يا رب لو في خير يكون من نصيبك. بصراحة عاملين شغل روعة، واو. هو كمان البنت الموديل دي هايلة، دي مين دي؟ أنا أول مرة أشوفها، فريش قوي. هي فعلا جديدة. مش بس كده، دي أصلا مش شغلانتها الأساسية. أنا بصراحة يعني حابة أقول سوري، ما كانش عندي بعد نظرة لما شفتها أول مرة. عادي عادي، المهم بس عجبكم شغلي. للأمانة I'm proud إن إحنا ندخل المسابقة بالشغل ده، بس المهم رسينا خلاص على الديزاين النهائي، أبعت ولا؟ أنا مش موافق. موافق طبعا. بعت طبعا. ها طبعا ابعتي. مختلف عن لا ده يا نهار أبيض، إيه ده؟ ثانية واحدة. ايه ده؟ واو بيتي زي القمر الزبادي. ولا قمر ولا حاجة. وبعدين انتوا ايه عندكم ماسورة بنات ضربت ولا؟ بس انتي أحلى واحدة فيهم. احلف. والله أنا شايف كده. بس جودي حلوة برضك. قلت لك انتي أحلى واحدة فيهم وبطلي برضك دي. ليه مالها؟ بقولك ايه، تعالي أعرفك على الأنسة هي. زبادي صح؟ زبيدة، بس هو بيقول زبادي معرفش بقى. انتي عارفة جودي مش كده؟ اه زيك يا زبادي، شكلك زي القمر في الصور كمان. ميرسي قوي. تعالي تعالي اقعد. هي بقت طيبة ولا ايه؟ اي خدمة. بصي بقى انا عايزة اقولك ان انا اولا اتفاجئت لما عرفت انك انتي دكتورة، وثانيا اتفاجئت كمان لما عرفت ان دي اول مره تشتغلي فيها كموديل. عايزه اقول لك لو انت شاطره في الطب زي ما انت شاطره كموديل، اوعدك اول ما تفتحي العياده الخاصه بتاعتك هتلاقيني عندك اول زبونه. لا بعد الشر عنك، والله انا ما عملتش حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه لوحدي اصلا، هم عملوا كل حاجه، ربنا بس في الاخر يغور بخاطرهم. ان شاء الله خير. الساعه 12 دلوقتي، لو التليفون رن يبقى كسبنا المسابقة، ولو ما رنش يبقى تتعوض بقى في حاجة تانية. لا خير إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. بس النمرة دي أنا ما أعرفهاش. يا فندم حضرتك لازم تردي، لان جايز يكونوا بيتصلوا من رقم غير رقم اللجنه المنظمه. عندك حق، انا شخصيا ما اعرفش لو احنا كسبنا مين بالظبط اللي هيتصل يبلغنا. الو الو، استاذه هيام مصطفى؟ ايوه انا. انا ريم سعيد من شركه اكوا لاين للفلاتر. بعد اذنك ممكن تكلميني في وقت تاني، انا مشغوله دلوقتي. طيب ممكن اقول لحضرتك العرض عشان في رقم تاني بيتصل على الويتنج. الو استاذه هيام، مساء الخير. مساء النور، انا ماجد الدريني. اللجنه اختارت بوستر الايفنت، وبالتالي هيبقى بوستر رئيسي من بوسترات وزاره السياحه في مهرجان برلين من الشركه عندكم، والبوستر اللي فاز تنفيذ هادي السباعي. We'll be right back.
على طول. أما العالم اللي باقي أنا لا ماليش في دول وماليش في الدمع لا لا ولا في الناس الشيالة. كل اللي قلبه حاجة أول بأول يقول. ثانية واحدة يا جماعة. بحبك يا زبادي. وأنا كمان بحبك.